طبعاً التحدي اللي بتقرير فعلاً تحدي كبير من أبطال تقرير كاثي، واللي إحنا شاهدنا هذا التحدي لجائحة كورونا واستمرار الحياة. نحكي عن أهمية استمرار الحياة طبعاً مع الإجراءات، ولكن في عادات وتقاليد دائماً بتجمعنا وما بتتغير حتى مع ظروف الجائحة، والناس بتحب دائماً إنها تعيشها وتمارسها باستمرار. ده أكيد، أنا بتفق معاكي جدا يا ضحى، وبتفق أيضا إنه إحنا كشعوب عربية بنحب الحياة وعندنا عادات وتقاليد، والتزاور والخروج والدخول يعني عاداتنا اللي إحنا ما بنقدرش يعني نتغاضى عنها يعني. لكن مع ظروف كورونا، وباء كورونا، بقى في حذر يعني كبير، والناس بدأت تاخد كل الإجراءات الاحترازية بالذات في مصر. ومع دخول شهر رمضان، حتى احنا بننادي بان الناس تستمتع وتقضي الشهر الكريم، ولكن ان هم ياخدوا برضو الاحتراس والحذر قدر المستطاع بهذا الوباء. ان شاء الله الشهر ده يكون تجلياته الروحانية يعني لطيفة كده. احنا لاحظنا يعني بمصر الطقوس يعني اللي بدأت بالتحضير لها في شهر رمضان الفضيل، يعني ما بتغيب هاي المشاهد ابدا. بالزبط. رغم انه الزحام كان شديد جدا في القاهره قبل رمضان بايام، وانتم لاحظتوه لما وصلتوا، وشويه لابسين الكمامه وشويه لا، لكن نتمنى ان الناس تاخد بالها إن شاء الله. وان شاء الله يعدي الشهر الكريم علينا بالطقوس الحلوه، ونفضل محافظين عليه، وتقضوا رمضان كريم عليكم جدا. هاخدكم بقى كاثي وضحى، تعالوا نروح الشارع المصري، تعالوا نشوف راي برضو المصريين بياخدوا حذرهم ازاي، وازاي بنقدر نتغلب على كورونا قدر المستطاع، وإن شاء الله نعدي منه بسلام وأمان. دوت ان شاء الله باذن الله بنباشر بيه خير، ان احنا هنرجع بقى الصلاه تبقى موجوده، وهيبقى في بقى صلاه التراويح، وناخد اطفالنا وناخد حبايبنا ونروح نصلي. برضو ما نحاولش ان احنا نقرب من بعض كتير عشان خاطر الوقايه. مثلا رايحين نصلي، المصليه بتاعتك تمام، انت واللي جنبك يبعد شويه ويصلوا عادي، يعني حافظ على نفسي، الكمامه البتاع، ويبقى نحافظ على بعضينا. الواحد عنده أمل في ربنا إن تكون سنة جميلة وسعيدة علينا كلنا، ويكون فيها تفاؤل كده بإذن الله بصلاتنا وحاجتنا كلنا اللي اتحرمنا منها السنة اللي فاتت. إحنا كمطعم عاملين تباعد اجتماعي بين الترابيزات، كل ترابيزة بيبقى عليها سانيتايزرز، والستاف كله لازم بيبقى لابس الماسك بتاعه، نظافة المكان بتفهم مستمرة. إن شاء الله رمضان السنة دي فيه عزومات وفي صلاة تراويح وفي صلاة في المسجد، ودي حاجة كنا متأثرين بيها جدا، بس برضه هتبقى بمصلية، وهيبقى فيه يعني حاجات مختلفة، بس برضه أفضل من السنة اللي فاتت بكتير. يعني السنة اللي فاتت كان حظر وما كانش الواحد عارف يطلع، وما كنتش بعرف أصلي التراويح. رمضان يا كريم يا رحمن العالمين، شهر الصوم يا صايمين، شهر الصوم للمعودين. أجواء رمضانية مغلفة بإجراءات احترازية لتواكبها مع الموجة الثالثة لفيروس كورونا، واستعدادات أخفت ضوءها كوفيد-19، وفرحة وإن كانت ممزوجة بحذر فهي مصحوبة بتفاؤل من أجل الحياة. كل عام أنتم بخير.